أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم وجئتكم بآية من ربكم حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه
هذا صراط هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فلما أحس فلما أحس عيسى منهم الكفر منهم الكفر قال من أنصاري قال من أنصاري إلى الله إلى الله قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون قال الحواريون نحن أنصار الله نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا واشهد بأننا مسلمون مسلمون صدق الله العظيم. Tomorrow, inshallah, we will read the verse number 53, 54. Inshallah, we will read the verse number 53 and 4 in next lesson. Inshallah. Remember in your prayers. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.